اللهم السؤال التاسع، التوقيت والطريقة المناسبة لفحص الطير، لفحص الطير بالعيادة لتشخيص الحالة بالشكل المطلوب. يا سلام عليك، هذا السؤال أنا بصيغه بطريقة ثانية لو سمحت لي. تفضل. المراجعة للطير بعد فحصه واكتشاف الأمراض فيه. إيش رأيك؟ أي واحد ياخذ الطير في أي وقت يروح يفحصه، صح ولا لا؟ صحيح. لكن متى الوقت المناسب إني أرجعه؟ إذا بسوي له مراجعة. ما تشوف إنه أحسن هذا السؤال كذا يرتب بعد إذنك؟ تفضل. إيه، الطريقة الأنسب إذا كان الطير فيه التهاب، التهاب أو ما شابه، بعد أسبوع بعد نهاية آخر حبة في الكورس، تحسب أسبوع. ليه؟ لأنه قد تبغى مضادات الدم في الجسم ما يشيلها الجسم لمدة أسبوع أو أكثر، تمام؟ لسه عطار شوفي، فأنت تروح تفحص تحصل تهاب دم، فتكون تلخم، صح ولا لا أبو مشلح؟ صحيح. وهو أن الجسم يحتاج أسبوع كامل بعد نهاية الكورس حتى يزول الالتهاب كاملا، يجدد الدم وتختفي مضادات الالتهاب من الدم، يحتاج أسبوع. فأنت إذا فحصت طيرك وجدت مضاد حيوي أو لا، تروح تخلص آخر حبة وتودي المستشفى، لا انتظر بعدها أسبوع. إذا كنت يعني إنسان يعني حريص، انتظر أسبوع وبعد أسبوع روح افحص. هذا إذا أردت، وأنا الأغلب أشوفه منه إذا فحص طير وحصل فيه مرض وشوفه ما عاد يرجع. هذه بس أنا يعني أعطيها للناس يعني اللي يبي يستزيد ويعرف. الله يزيد شباب. اللهم آمين. نروح للي بعده، الله يسعدك. السؤال العاشر، الإعلاف والتغذية للصغور أثناء فترة التجهيز والمقراص المناسبة، يعني قصد الإعلاف والله الله يجزاك بالخير. الله يعطيك العافية. الأعلاف والله أنا أخوك ماني يعني بأعلم منكم، أو هذا أحس إن السؤال يعني تكرر كثير، لكن أنا أنصح أهل السباقات يعني، لأنه ياخذ طير يا أبو مشلح يجهزه على كله على سباق 400 متر في يوم معين في وقت معين، فيخاف على الطير فيقوم يعطي من العلاجات. فأنا أنصحه أن يتجه، والله ممكن كثير ما يطوعني في هذا الكلام، لكن أنا أشوف الأزم أن يتجه للأعلاف المجمدة والمبردة، لأنها أأمن وأسلم، لأن هذا الأعلاف ما نزلت في السوق إلا وهي خاضعة على المواصفات والمقاييس، وطبعا الله سبحانه وتعالى التكلان عليه فوق كل شيء. الناقل الرئيسي للكوكسيد من هو؟ الحمام. الناقل الرئيسي لدود الرئة من هو؟ الفري الوحش، تحت خطين ابو منفل. هذه ما فيها كلام. انت معي طال عمرك؟ اي ف العبور الفري هلا يهدون عليه العبور، يقول كثير. انا اقول لك، بس هو ترى انا ما اقول لاحد يهد عليه، بس هو ترى الناقل الرئيسي حط، مو معناته ما يجف كذا، الناقل الرئيسي لدود الرئه. هذا يا نصيب، يعني ممكن يسلم طيرك، ممكن يتعرض، ممكن يسلم ممكن ما يسلم، بس هو في دورة سيركل الحياة، حياة دودة الرئة الفري. الكوكسيديا الحمام معروف، فلذلك الكوكسيديا في الحمام إذا علفت من عشة وأصبت بالكوكسيديا لا تحاول ترجع لها، ابتعد عنها، حط على طيرك كورسات لعلاج الحمام، واروح ابحث عن عشة جديدة أو مكان جديد المصدر العلف لين تخلص كورس الحمام عندك، لأنه إذا وجدت في العشة هذه كوكسيديا راح تدخل في دوامة صعبة. تعطي كورس يشفى الطير، تجلس أسبوع بعد يا سلام الطير، أسبوع البعد بعده لازم تطب في حمامة فيها كوكسيديا. وصلت يا أبو مشلح؟ العشة اللي تحصل فيها كوكسيديا لا عاد ترجع لها، نصيحة أخ، إلا لين تعطيها تحصينات أو ما شابه. هذا فيما يخص. أما الأعلاف يعني أنا أشوف أن نصيحتي لها للسباقات أنهم يعتمدون على المبرد، مبردي وهذه الأشياء، لأن أسلم للطير، ويخففون من كورسات الأدوية اللي هي دخلت علينا بما يسمى الوقاية. ما في شيء في الطيور اسمه وقاية، في مسبب موجود يعطى العلاج، ما في مسبب ما له داعي. لكن هم يقول لك أنا أتعب على طيري 3 أشهر، يجي آخر أسبوع يصاب كوكسيديا، حرام. فيقوم هو من حرصه يشتغل على هذه الشغلة، يعطي الأدوية
ففي صقاقير مبتدئين، في صقاقير يعني يتعلمون، وما زلنا نتعلم، ياخذ هذا الطريق، اتبع هذا النهج. فهذا ما 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 يمشي مع القنوص اللي اهل الاحداث واهل هذا، ما يمشي معه، خصوصا اللي اخذ طير يبغى يقنيه طير طيب، يعني ما هو طير اخذه فتره معينه، لان اهل السباقات معليش يعني كلنا اخوان وكلنا اصحاب، الطير اذا ما ادى في طلع برا باعه، يعني ما باعه او لقاه السوق او هدا لاحد او شيء، اللي يرتفع او ما يجي حسب اشتراطاتهم. هذا فيما يخص الاعلاف طال عمرك. تفضل يا ابو مسلح البعده.